سرير شمس كيدي الفاخر يتميز بالطرف وعصرية القرن الحادي والعشرين، مصنوع من مواد مخصصة للتبريد الهجين مع فراش مضاد للحساسية. من ضمن المزايا إمكانية استبدال الأغطية الفاخرة والاختيار بين القشرة الخشبية، الغطاء الزجاجي أو الغطاء الأريكي. وسادة الرأس مزودة بنظام تعديل هيدروليكي مريح. عجلات بقدرة تحمل تصدر إلى 300 كيلوغرام للطرف الواحد ومزودة بمكابح. تحتفظ الفراش ببرودتها نظراً لأنها مزودة بجل التبريد المصنوع في المعمل. فتحات تهوية نظيفة تتيح للمياه السريان بعيداً وتسمح للهواء بالدوران. الإطار والفراش متاحين في مجموعة واسعة من الألوان والأحجام، يمكن تصميمها حسب الطلب. تفضل بالتواصل معنا للمزيد من التفاصيل. يتميز هذا السرير بجودته المميزة التي تفوق المنتجات الأخرى المشابهة، وأيضا تتم تصميمه وهندسته في بريطانيا العظمى.